يحفظهم الله عسى والده يعني. والله ما عسرنا شيء يا عبد الملك، نقول الله يفتح عليك. ستفرج بامر الله، ستفرج بامر الله. ثقوا بعزيمة الرجال الموجودين في الميدان، والله انهم اناس مخلصين ورجال يريدون لهذا البلد الخير، وسيكونون حماة لهذا البلد وليسوا ضده، تاكدوا من هذا الشيء. احنا بندعي لهم، والله ندعي لهم بعد كل صلاه وابوي، يعني ندعي لهم بالنصر والعميد طارق. انا اشكرك. شكرا لك عبد الرحمن. اعطي فرصه لمتصل اخر، ابو عفاش من البيضاء، تفضل. يا ابو عفاش، الو ابو عفاش تسمعني؟ كمان يعتقدوا انه مجرد محاضرة او دورة ثقافية انه خلاص يعني يلقيها على واحد من الشباب وكذا، انه خلاص يغسل دماغه وينسيها الثورة وينسيها الجمهورية وينسيه تضحيات قوافل من الشهداء الذين ناضلوا من اجل اخراج البلد من حكم الاستبداد والإمامة، يعني حكم البغيض اللي ربما البعض يحاول الآن أن يتناسى. لكن للتذكير اليوم احنا في صراع قوي مع هذه القوى الرجعية، صراع بين اليمنيين وبين أولئك العملاء وأذناب إيران، ليس صراعا كما يحاول البعض مع فئة. الهاشميين كانوا في مقدمة الثورات من 48 و55 و59 و62 كل موجودين فيها، كل الثورات. ناخذ اتصال. الو، ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا عبد الوجود؟ الله يسلمك، تفضل اخي. من؟ يا مساء الانتصارات ويا مساء التقدماء. مساء العزه والكرامه. اتعرف عليك؟ عبد الكريم. عبد الكريم من اين؟ من السعوديه. تفضل يا عبد الكريم. والله هذول حقهم الثقافة كلها زي ما تقول شعوذة، وما يسمعهم إلا من كان يعني إنسان قدوه منهم وعقليته تعبانة. أما إنسان صحيح وإنسان تربى في الجمهورية وتربى في هذا علي عبد الله صالح بهذه الثقافة وبهذا العلم الذي خلى الشعب كله يعني مفتح، ما عادش مقفل زي أيام في الإمامة. هذا حاجة مش معقول انه يخرب شعبه بأكمله الى حق الشعوثة والطلمسة هذا والكذب هذا ولا ناس يعني هم داعش اصلا، هو يعني ناقصهم حقهم العلم بس ما يطلسوه يعني لون اسود، ولا هم القاعدة وداعش. نعم. سيواجهون بقوة الفكر المعتدل، الفكر الاسلام ونهج الاسلام الحنيف. اشكرك جزيل الشكر. نعم. عبد الكريم. نعم. اشكرك. وسطية الإسلام هي كفيلة بمعالجة هذه الفقاعات الفكرية. ألو مرحبا. ألو. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ أيوة. عبد الولي يا أخي. من؟ عبد الولي. معك عبد الولي. من زميل. أنت اسمك؟ خالد علي مقبول من زميل. طيب تفضل اخي. تفضل انت على الهواء. الو. اهلا وسهلا. حياك. تفضل، ما اعرف ليش اسمك صراحه. احمد من زبيد. احمد. انت ايوه تفضل اخي. كيف حالك؟ الله يسلمك اخي. لو تسمعني من التليفون اذا تكرمت. أسمعك. طيب مداخلتك حول الدورات الثقافية هذه ماذا تقول اليوم؟ تعليقك على الدورات الثقافية التي تقيمها عصابة الحوثي. نعم. أحمد. ألو. تسمعني يا أحمد؟ طيب. طيب كلمنا عن وضع مدينة زبيد التاريخية، مدينة العلم والعلماء، في مواجهة هذا الفكر الضال. طيب أشكرك يا أحمد. مدينة زبيد هي مدينة العلم، اليوم في مواجهة مع هذه العصابة. أخو اتصال. يا أبو فاضل. أبو فاضل من إب الخضراء. أبو فاضل. ألو
تسمعني يا ابو فاضل؟ الو مرحبا. طبعا توقعوا في الفترة القادمة الكثير من الاشاعات، سيحاولوا انه يستفزوا الناس واعراض اليمنيين وكذا. مرحبا. تفضل اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تعرف عليك؟ مطيع الماضي بالماضي جروب الخطوط. اهلا وسهلا. من اين؟ من الرياض. اهلا وسهلا اخي. حياك الله، كيف حالك؟ الله يسلمك اخي، تفضل. حياك الله، والله نترحم على الشهيد، الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا الابرار. ونعزي ابناء اليمن كافه طبعا. نعم. الله يسعدكم ويبقيكم، تحياتي لكم للجميع. اشكرك جزيل الشكر. حياكم الله. شكرا لك يا مطيع. وحسن من السعوديه الان. حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك الدولي؟ الله يسلمك، تعليقك على الدورات الثقافيه. والله انا يا اخي من جهات المناهج بس. كيف؟ غيروا المناهج. هي هذه واحده من الاجراءات اللي تتخذها هذه الجماعه في اطار سعيها لتزوير الفكر وطمس الهويه. والله يعني الان اتصلت انا اليمن الان قدام نص ساعه. نعم. نعم نعم. في واحد عنده حلقه قرانيه الان اجوا منعوه من المسجد. منعوه من المسجد؟ ايوه، يعني جابوا له مناهج ما حصل في الكتاب ولا في السنه. يعني ما معل الملزمه؟ ايوه يعني ما معل الملزمه. الملزمه حق الصريع الحوثي. هذه الشيئين قاطع هذه. نعم. والله يعني شيئين. ما يصح الا صحيح في الاخير. ان شاء الله باذن الله يعني كلنا الشيطان الجبير كله منتظر يعني الشرعيه توصل بس. ان شاء الله. يعني متمنين بينكم كلنا. ان شاء الله النصر قريب باذن الله. ان شاء الله. وابناء زيد الزبيد يعني سيكونون في مقدمه. لازم ما يتحرر زبيد يا رجل، لازم ما يتحرر زبيد. صحيح. نعم. ويتحرر جميع اليمن. أشكرك يا حسن. واليوم في مجاميع كبيرة من الزرانيق انضمت إلى المقاومة المشتركة، قوات المسلحة اليمنية. الزرانيق ستقلب المعادلة، ثقوا بهذا الموضوع، لديهم تاريخي مع الإمامة. أخو اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الوليد؟ الله يسلمك أخي. حياك الله، معك يحيى صلاح من الرياض. يحيى صلاح، تفضل اخي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا اخي اولا رحم الله الشهيد زعيمنا عبد الله صالح والامير العام عارف الزوكا. رحمه الله تغشاهم واسكنهم الجنه. ثاني شيء هذه الدورات الثقافيه هذه دورات استفزازيه للشعب اليمني. يعني هذه الدورات هذه هم عارفين ان الشعب اليمني رافضهم، هذه العصابه الاجراميه. يحاولوا الغاء الفكر. نعم هذه الشعب هم عارفين ان الشعب كارههم وما ينضموا معاهم الا الذي هم ابناء جلدتهم، يعني معروفين ابناء صنعاء القديمه والذي هم من حواليهم كذا عارفين مذهبهم الوسخ. لكن هذه دورات. انا تختلف معك في هذا يا يحيى. ابناء صنعاء القديمه 99% ضد هذه العصابه. لا انا عارف، انا بس في منهم مدنيين. هم مدنيين يعني صنعاء اللي هم صنعاء مدنيين. هذول كان من زمان نحن نعرفهم سبابين لعانين، كانوا يسبوا الصحابة ونحن كنا مجتمعين معهم جالسين معهم عارفينهم. لكن هذول يعني هذول هم عارفين هذه عصابة مؤقتة، يعني هي زايلة يعني. هم عارفين انهم بس احب اطمنك انه اول من قام بازالة شعارات الحوثي وطمسها هي مديرية صنعاء القديمة. يا اخي والنعم بصنعاء. والله يا عبد الولي نحن قلوبنا تنقطع مما نشوف. صنعاء فيها رجال يحموها حتى لو سايروا او داهنوا. الله سبحانه وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن. نعم وهذا اللي سووه طبعا. والله هم عارفين ان الشعب كارههم، ولا في احد من الشعب اليمني معهم، ولا احد راضي بالذي هم يسويه. والذي يسوي الشيء انما هو بس من الخوف او من الخايفين منا. تعرف انت هذه عصابة ما ترحم، الموت عندهم زي ما على قول زي عندنا المثل في اليمن زي السلام عليكم. يعني يا معانا واليمنيين لا يهابون الموت. اليمنيين لا يهابون الموت. هم يفتكروا يعني انه خلاص انه من سمعهم او انه ما مشى معهم انه خلاص موالي لهم. لا والله نحن قلوبنا
لا هي معاهم ولا احنا مع فكرهم ولا احنا مع الشعب اليمني. يا اخي عبد الولي هذول ما يعرفوا ان في صنعاء اكثر من 20 جامعه. الناس تغيرت، الدنيا تغيرت، راح اجدادهم الاماميين دول. طيب. الشعب الان واعي. اشكرك جزيل الشكر يا حياة، اعطي فرصه لابو حرب من عمره. اشكرك يا حياة على المداخله. ابو حرب. ايوه يا مرحب. مساء الخير. مساء النور العافيه. معي عبد الولي. تفضل اخي. يا اخي نشد على ايدي العمال ده. نعم. يشدوا يحسموا جفه الساحل الغربي واحنا منتظرين لهم. نعم. ايوه. نعم نعم. احنا منتظرين لهم ساعة الصفر. ان شاء الله يكونوا، ان شاء الله الامور تتحسن في القريب العاجل ويعوضوا فتره التوقف هذه اللي اعطوا فيها فرصه للوعود ولل نعم. ايوه ايوه ما نريد توقفوا بسبب الامم المتحده ما نعم. اذا ابو حرب يطالب بتعجيل المعركه. شكرا لك. استمع لابو عفاش من البيضاء. انت عبد الله كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يرحم الزعيم واحييه. الله يرحم. اذا انت عفاش ولا ابو عفاش؟ عفاش. ونعم بك يا عفاش. ونعم بك يا عفاش وابو عفاش وكل رجال البيضاء. حويتك كتله خانه قداري. نعم. يا عسكر عبد الولي. ايوه نعم. احيي طارق. وكيف الامور في البيضاء؟ تمام. الرجال مشدودين. ها؟ وراك رجال راح تفوز يا ان شاء الله لن يبقى احد من هذه العصابه، كلهم سياخذون جزاءهم جزاء ما نكلوا باليمنيين. شكرا لك يا عفاش. من شبوة أحمد محمد من شبوة. محمد. أيوه. محمد من شبوة العز، تفضل أخي. اسمعني من التلفون. حياك الله أستاذ عبد الولي، كيف حالك؟ الله يسلمك، تفضل مداخلتك أخي. أحياك، إحنا ندين هذا الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، الانتهاكات الغير جسيمة. بل جسيمة. يعني انتهاكات ايش اقول لك؟ نعم. شكرا لك يا محمد وتحية لأهلنا من شبوة. الو الو اتعرف عليك؟ امين العموري. امين العموري، من اين يا امين؟ انا من الاستفال. ونعم بك وبكل اهلنا في اب. تفضل. اي والله صباح. طيب ايوه مداخلتك تفضل. تعال الهواء اسمعني من التليفون. الاستفال اب. اي نعم تفضل. ها ايوه يروح الوقت عليك يا امين، تكلمني من التليفون. يلا يترحم على الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله تقشاه وكل شهدائنا وعارف الزوفه الله يرحمه. وغلق صوت التلفزيون عشان اسمعك كويس. كمل كمل تعليقك على المحاضرات اللي بيعملوها الحوثه. تعلمني وربنا ينقذنا منهم. هل الحوثه يعني بيستطيعوا يقنعوا الناس بفكرهم؟ ما انا مش حاش قناع من فكرهم لما نموت احنا واولادنا. سنحاربهم جيلا بعد جيل. نحاربهم جيلا بعد جيل. نحارب الفكر الضال. احنا لسنا دعاة حرب لكن احنا نرفض هذا الفكر. اما بالنسبه لتعايش من جنح للسلم فلا باس، يعني في الاخير هناك دوله تحمي الناس جميعا. صح. احييك يا امين. اشكرك يا امين، شكرا لك. اخذ اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. ابو محمد من السعوديه، تفضل اخي. كيف حالك عبد الولي؟ الله يسلمك، مداخلتك اخي. طيب الحمد لله. يا اخي هذول لا يفهم معاهم الاخلاق ولا يفهم الاحترام ولا هذول خارجين يعني من ما ادري من ان جابهم الرحمن الراحمين. ما في الا قتل وياخذوا اموال المساكين والضعفاء واللي هو معاهم يدولوا الراتب ويدولوا فلوس ويودوها المحرقه. عرفت؟ وهذه كلها
وبعدين الشعب اليمني ينفضهم ان شاء الله قريب ما يهمك باذن الله. من يحكم بالله يا واحد الشعب اليمني يرضى انه يحكمك واحد من داخل الجرف الله يكرمك زي القرود. لا يمكن الله زي القرود حتى يعني في شكلهم يخوفوا. هذه عصابه يا اخي متمرده جيت من ايران هذا بالفكر هذا وسخ له في القران ولا قد نزل على اليمن ابا عن جد ما نعرف الا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله احنا خلقنا على الارض. ابو محمد انا اشكرك واستمع لام علي من اب. ام علي يا مرحبا مساء الخير مساء النور العافيه. طيب انت على الهواء الان تعليقك على المحاضرات والندوات. اشكرك شكرا على الشيء على الصمات. نعم طيب كملي يا ام علي كملي. طيب شكرك يا ام علي والمعذره على رداءه الصوت من المصدر. شكرا لك ام علي وناخذ اتصال اخر. الو الو مرحبا الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف عليك سعد الله مساك. مساك بالخير والعافيه. عبد الله اليمين معك نعم. ما شاء الله اليوم على طول بدون كنترول. كيف حالك؟ بدون كنترول بدون اي شيء. تفضل اخي. معك فؤاد محمد من القاهره. تفضل يا فؤاد. الله يبارك فيك. اليوم موضوع الملازم الصناعه اللي صنعها الهالك حسين بدر الدين الملازم هذه هو مش بس يلغي الهويه اليمنيه انما يلغي القران كامل. يعني كانه يقول لا تقرأوا القران خليكم مهتمين بس بالملازم هذه. وانا والله اختصروا لكم القران في الملزمه. انا قرات واحد من الملازم سبق وكلمتك فيها قبل كذا اللي الملزمه اللي حقها الصرخه في وجه المستكبرين. قسم بالله اخ عبد الولي تضحك وتبكي بس تضحك وتبكي على 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 الملزمه هذه. يعني نشوف خرافات بعدين نشوف دي وقت الصلاه ما يصلوش يعني عادي عندهم هم بحاجه قرات الملزمه خلاص انتهى الموضوع. يعني اقول لك الصوم وانا جاي لهنا للقاهره بالنقطه كلهم شمه معمرين شمه ما الصوم ما يصوم يعني عادك بالصلاه ما يصوم الصوم ما يصوم. طيب فؤاد اشكرك ما يصوم شمة يعني معمرين اخر اشكرك اعطي فرصه للمتصل اخر واتمنى انه احنا نكون نعطي فرصه للمتصلين يا فؤاد نخلي المشاركه في الاسبوع يعني في مره في الاسبوع. عبد العزيز من السعوديه. السلام عليكم ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا بعد راسي. اهلا وسهلا حياك يا اخي. شلون الله يسلمك. الله يسلمك. حبيبي يا عبد الولي بس نقطتين بعد اذنك ممكن؟ تفضل. بس ما تقاطعني الله يخليك. الله يسلمك. طيب. يعني ممكن نتداخل معك يعني اذا ما عندك مانع. بس اوصل وجهه نظري بس بعد. طيب تفضل تفضل. الله يفضل عليك بالعافيه. والدينا والدينا في جميع المسلمين. حبيبي النقطه الاولى بعد اذنك بس امس اكملها نقطه بسيطه. النقطه الاولى اخوي عبد الولي. هات ما عندك. الله يسلمك. الان بعد راسي اليمنيين عندنا في السعوديه هنا واشوف انا من جده. نعم. اشوفهم ما شاء الله اخواننا والله طبايعنا وطبايعكم واحد يعني احنا يعني صحيح. اهل واحد والاصل الاصل اصل العرب هو يمن. نعم. فحنا عدانا يا عبد الولي يعطيك العافيه على من؟ على هذا اللي دخل من تبع ايران يعني عدانا من زمان. احنا ما في عداء معنا مع اليمنيين ابدا ولا مع الشعب ولا مع الدوله اليمنيه ابدا يعني لما تقول في اخطاء ولا كذا ولا شيء. لا الاخطاء يعني الاخطاء حصلت. اي نعم اخطاء حصلت. واذا كان اعترف بها التحالف انت تنكرها ليش؟ لا انا اعترف نعترف بها ما نقول شيء وبعضها من احداثيات غلط ما بنقول لك احداثيات غلط حاق الدين وخونه وكذا بعضهم خونه وبعضهم والله يبعدنا يبعدكم من الخونه قول امين يا رب. امين يا رب. حبيبي بس ابغى اوصل لكم هذه ان اليمنيين عندنا في السعوديه كاخوان ومعززين مكرمين على عيننا وراسنا وحنا كلنا اخوان لانه المؤمنين كلهم اخوه يعني العرب كلنا شقانا اخوه. لا ننتقل للنقطه الاخرى ها هذه واضحه. الله الا من اعلن عداءه زي ايران اعلنت عداءها علينا ما خلص. النقطه الثانيه ما اطول عليك بعد راسي يا اخوي عبد الولي هي طلب وان شاء الله كل اليمنيين يسمعونا وباذن الله ينفذوها باذن الله. اخوي عبد الولي اللي تقول انت ما يقدر الواحد يقدر يوصل للشرعيه او يوصل لطارق او يوصل للناس. انا اجيب فكره لهم طيبه فكره انت خش كانك تخش مع الحوثي هذا كانك تبغى تحارب
واذا انت عند على المواجهه هناك ارفع الرايه البيضاء ولا ارفع يدك كذا، وانا اشك اقتراح والله اعلم يعني، لو ارفع يدك كذا وانضم على الشرعيه يا اخي، انضم على الشرعيه، ولا انا غلطان ولا شيء. لعلمك هذا انا اشكرك اولا، طبعا هذا اللي حاصل الان في كثير من الموجودين الان الى جانب هذه الجماعه، هناك من ينضم الى القوات المقاومه الوطنيه والحكومه الشرعيه، هناك من ينضم، وهناك ايضا من هو مستعد منتظر لحظه دخول صنعاء، تحرير صنعاء، تطهير صنعاء، سيكونون سلاحهم على هذه العصابه، لانه لم يتركوا لهم يعني ما خلوا لهم حتى صاحب، حتى اليوم معاهم هم يعرفوا هذا الشيء، والناس يسمعوني عارفين هذا الكلام. ابو محمد من السعوديه، ابو محمد، طبعا ما في واحد من اصدقائي دخل في دوره ثقافيه مع الحوثه، يعني تخيلوا انه قال والله انه انهم اضعف مما تتصور، يعني قال احنا قنعناهم اكثر ما قنعونا، هذا اول واحد قال، قلت له طيب ليش رحت؟ قال يا اخي عيالي موت جوع ايش اسوي؟ جابوا لي فلوس. و اديب امين من ذمار، يا امين اهلا تفضل يا اخي. اشتي اتكلم. تفضل. اهلا انت على الهواء. اولا اترحم على كل شهداء اليمن وعلى راسهم صمد الرئيس صالح علي الصماد. نعم نعم نعم، رحمة الله يرحمه. ثانيا يعني بيقدموا هذا البرنامج. طيب شكرا يا أمين. صالح الصماد واحد من الناس اللي حاولوا أن يحسنوا صورة الحوثي، وحاول أنه يكون أقرب إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، حاول أنه يوجد دولة، لكن اصطدم بمحمد علي الحوثي واللجنة الثورية اللي رفضت أنها تسلم له أي شيء، حتى تحركاته ما يقدر يتحرك إلا بأمر محمد علي الحوثي. عندما يعني شاب عن طريق أصبح له شوية جمهور كذا صفوه، هذا اللي حصل يعني. نهو اتصال أبو عبيدة من سيئون. ألو ألو، تحية للفنان الكبير أيوب فارس، شكرا. اختيار موفق، وأشكرك على هذا المقطع وهذه الاستراحة الإجبارية. عبد الولي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ عبد الولي؟ الله يسلمك، تعرف عليك؟ من تحية أبو راشد. ونعم بك، وحيا بالصوت التهامي. نترحم على الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه عارف ورزوكا. طمني على الأوضاع في تحية. والله الأوضاع يعني أمن إن شاء الله بخير. الأمور طيبة؟ الحمد لله. الصبر طيب، احنا نعرف أن أنت طيب مبسوط. الحمد لله، نحن نعرف انه تعرضوا للقصف من هنا وهناك، نعرف هذا والله ميليشيات ما زالت مرة الايام هذه بعد الحوثيين هذيلا، الله لا يوفقهم. امين يا رب. النصر قريب ان شاء الله، ونوصل التحيه للعميد طارق حفظه الله. كيف تعامل القوات المسلحه اليمنيه معكم واهالي تحيته؟ والله القوى العمالقه وقوة التهاميه كلهم على كيف كان صار دينهم والله بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا ابو راشد. تحب توجه رساله اليوم او تعلق على موضوع الدورات الثقافيه؟ اوجه رسالتي للنصر ان شاء الله، النصر العاجل، والشكر للدوله الشقيقه الامارات. على ماذا الشكر؟ ابو راشد معي؟ طيب هلا عبد الولي. عوضان. ايوه عوفان. ايوه عوفان من اب؟ لا من الجعاشن. من الجعاشن اب العدين.
تفضل. الله يرحم الجامع عبد الله صالح رحمة الله تخشى. مش هو الزعيم، هو الوالد، الوالد بقول له ربينا هو. الله يرحمه. ولا يفكر انه قتلوه ولا عملوا به اي حاجه، وحياة قلوب الناس جماعه واحده. صحيح. ما حد بيموت ناقص عمر؟ ربنا اصطفاه. اصطفاه بالشهاده. وانا اشكركم على القناه هذه، نشتي بكل اتصل معاكم. اهلا وسهلا بك وبكل اهلنا في الجعاشن، في اب، في العدين، في كل محافظات اليمن، رحب بكم. يلا شكرا. شكرا لك. من الساحل الغربي جابر من الحديده. جابر من الحديده؟ الو، تفضل يا جابر. الو، السلام عليكم عبد الوري. السلام ورحمه الله وبركاته. تحيك يا عبد الوري. ونعم بك. الله يا عمي. طيب شكرا لك يا جابر، تحيه. أم محمد من العدين. أم محمد. ألو. أيوة. أهلا وسهلا يا أم محمد. ألو. أهلا يا أم محمد، تفضل أنت على الهواء. أيوة مساء الخير. مساء النور والعافية. أيوة، نترحم على جميع شهداء اليمن ونسين ونستنكر الجرائم اللي ارتكبوها من جهة نسين ونستنكر الجرائم اللي ارتكبوها. إذا ما حدهم شرف ولا عندهم عار، ينتخبوا النسوان، يبزوا الأطفال، يختصبوا النسوان والأطفال. عليهم اللعنة كلهم إن شاء الله، بخلصهم بالساحل الغربي على يد الجيش واللجان الشعبية. إن شاء الله. شكرا يا أم محمد. إن شاء الله نطارق عطاش إنهم طارقوا راسهم بالساحل الغربي إن شاء الله. ويلعنهم من عند المكتب القوي عن محمد سلمان. شكرا لك يا ام محمد، وخليك من الملاعنه، يعني احنا بنرفض الملاعنه لاي حد. يعني اطرحي رايك واقنعي الناس، الناس بيسمعوك عادي، حاولي تقنعيهم. ناخذ اتصال اخر. الو. الو مرحبا. طبعا شوف، هذا ام محمد واحده من المغاربه، هي بيسمعوها انه كل يوم بيختطفوا 18 نساء كل يوم، يعني بيصوروا لهم انه يعني الوضع بهذا الكيفية. أبو حامد. أبو حامد من تعز. تفضل يا أبو حامد، تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأخ يا عبد الوليد؟ الله يسلمك أخي، تفضل. حياك الله، معك حميد شملان من محافظة الجوف. هذا حميد من الجوف، تفضل أخي. يبلغك تحياتهم أبناء محافظة الجوف رجالا ونساء وأطفال. ونعم بهم جميعا، وتحياتي لكل أهلنا في الجوف الرجال الصامدين المرابطين. وإن شاء الله محافظة الجوف القنبلة الموجودة تعيش هذا الطاغوت المجرم. إن شاء الله، واليوم في تقدمات في المصلوب. تقدمات وتاريخها معروف من 2011 مع هذا الميليشيات الكهنوتية. صحيح. ابتلعت صحراء الآلاف من العناصر الميليشيا. نعم نعم، واحنا تحت الصفر، وتحياتنا للعميد الجمهوري والثوره والوحده طارق. شكرا، شكرا جزيلا لك يا حميد. اخذ صلاة اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ابو عبد الله من أيوة. السعوديه. كيف حالك يا عبد الوليد؟ الله يسلمك، تفضل اخي. اخبارك طيب؟ طيب ان شاء الله. الله يطول عمرك ويوفقكم يا طويل العمر. احنا معنا ملاحظه اعطينا لعده ناس وما اعرضوها يا طويل العمر. اللي هي اللي هي قصيدة الجرموزي هذاك اللي يتكلم على الصحابة ويتكلم على الدين. نعم، اللي نشرت في صحيفة الثورة. أيوة، لكن اشتيها بدل ما يكونوا يعلنوا، أنا كلمت ناس من الناس شهيرة من الشرعية وفي السعودية، بدل ما يعلنوا أنها صابون وعصير يعرضوها لبعض الشعب. والله إني مكلم أمس واحد من العديدة قال والله ما أعرفها ولا قد سمعت بها. بعض الناس أنا الأول كنت معاهم. نشرت في صحيفة الثورة الرسمية الحكومية. عرفت أنهم أخس من الكفرة. تمام، موجودة. عبد الوليد خلاص وصلت الرسالة إن شاء الله. هي موجودة عموما، موجودة حتى في الإنترنت. شكرا لك يا أبو عبد الله. استمع لشاهد من عدن. فقدنا شاهد. طيب ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو مرحبا. ألو مرحبا، تعال الهواء، اسمعني من التليفون. ألو. يا مرحبا، أتعرف عليكم؟ ها؟ أتعرف عليكم؟
معك أم أحمد. أهلاً يا أم أحمد. من أين؟ من إب. تفضل يا أم أحمد. تفضل أنت على الهواء. أمي على الهواء؟ نعم. ألو معي عبد الوليد؟ أي نعم معك عبد الوليد. تفضلي تفضلي يا أختي. الله يحييكم ويسلمكم. نقول أنا أقول إن شاء الله أنه نعم. سيبك من التلفزيون واسمعيني من التلفون. ونوفقكم إن شاء الله وحطام إن شاء الله على الحوثي. آمين يا رب. طيب كيف تعامل الحوثيين مع سكان وأهالي إب؟ تعاملهم مجتمع. الله لا وفقهم. آمين يا رب. شكرا. تعاملهم بعهد الزعيم وهم خانونا. الله لا وفقهم. طيب أم أحمد أنا أشكرك. هذا رأي آخر أيضا في محمد قبل قليل اتصلت لها رأي بحسب التعبئة الذي بتوصل لها. برنامج مفتوح للجميع، القناة مفتوحة للجميع بكل الآراء بكل حاول بس أنه احنا نرتقي بالخطاب شوية. طيب أخذ اتصال. جازم. جازم من دمار. ألو. يا مرحبا. كيف حالك يا عبد الوليد؟ الله يسلمك. أول شيء نترحم على الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله رحمة الله تغشى، ورفيق دربي عارف الزوكة الله يرحمه ويحسن إليه، وإن شاء الله اليمن الجيش اليمني سينتصر بإذن الله على العصابات المجوشية. شوف ما فيش عصابة تنتصر على شعب، لا يمكن لهذه العصابة أنها تستمر في حكم. إن شاء الله الجيش اليمني سينتصر بإذن الله. شكرا لك وفي كلامك الخلاصة. أخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن من السعودية تفضل أخي. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تحية الثورة، تحية الديمقراطية، تحية الشورى، حياك تحية بواس الرجل ولا الأقدام، تحية ما رسينا عليها في الثورة والديمقراطية، تحية الحرية. دوراتهم هذه لم تغنيهم شيء عنها ولم يقرروا ولا يستطيعوا أن يستفيدوا بها شيء. فندعو الموظفين عدم الاستجابة إليها. يعني بيحاولوا يضغطوا على الناس بالأوامر، بيحاولوا بالإغراءات، بالراتب، بأي حاجة. فعلا أنهم بيغروا الناس بالرواتب، فعلا في ظل الوضع هذا اللي احنا فيه، وفعلا أنهم بيغصبوا الناس وبيحذون بالقوة، ولكن الإنسان عنده عقل في رأسه. صحيح. يجب أن يعمل بعقله. يا رجل ما فيش واحد عاقل درس في مدارس الجمهورية ويدين لهذا الفكر الضلالي بما يدعو إليه. لا بيدعو إلى تفرقة، بيدعو إلى فتنة بين الناس. بيدعو إلى الناس التفرقة، بيدعو إلى الفتنة، بيدعو الآن أن نعيد إلى قبل 49. نعم. إلى قبل ما غابوا بالثوار الأحرار الأبطال. نعم. عبد الرحمن أنا أشكرك. شكرا جزيلا لك. وأخذ محمد من دمار. أهلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الوليد؟ الله يسلمك أخي. تفضل. يا أخي الكريم نترحم على شهداء اليمن. رحمة. يا أخي الكريم نريد أن نرسل رسالة للأعداء، نقول لهم بأن أرض اليمن غالية. نعم. وأن مهما حاول البعض بأن يحرث مسار العداء لأعداء اليمن لن يستطيع. العدو التاريخي كما كنت أنت تقول من أول لليمن في الإمارات السعودية ومن وراءها أمريكا. وأتمنى أن تعطيني مجال إذا كنت صادقا في أن تعال الهواء. تعال الهواء كمل كلامك. تقبل بالتنوع، يعني أتمنى أنك تخليني أتكلم. نعم. يا أخي الكريم كيف تقول بأن من كان يقاتل من قبل مع الجيش والجنة الشعبية شهداء من أبناء المؤتمر، واليوم من يقاتل مع الإمارات أي إمارات شهداء؟ بالله عليك لا أي تناظر هذا وأي انتزية تضحكون على الناس وتقولون بأنهم خلينا نرد عليك في هذا النقطة فقط. ما فيش حد يقاتل مع الإمارات اليوم اليمن يا أخي غيرت مفهوم الشهادة.
اليوم الجيش يا عزيزي الذي خرج اليوم الى الساحل الغربي هم اللي كانوا جالسين في البيوت وتنكرون تلك الحوادث اغتصاب فتاه الاخوه وغيرها تنكرون هذه الاشياء. شوف التسجيل اللي يعرفون بانها انا راضي بحكمك يا محمد. شوف التسجيل اللي طلعوا لها بامانه يعني اذا هي هذا الفتاه من المخا صورتها ولا لهجتها انا قابل حكمك. اما موضوع انك تقول لي انهم يقاتلون مع الامارات من يقاتلون اليوم في الساحل الغربي يقاتلون مع اليمن تواصل مع البنيه نفسها وتكلمت ليش بننكر اشياء من اجل ان هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح واحنا ارسلنا مراسلنا الى هناك للبيت يختصبون هذه تقارير دوليه يختصبون لا يمكن القبول بالفريه في اعضاء في اعراض اليمنيين ما تسمون طارق عفاش ان يقولوا له هذا الاثبات هذا الاثبات الذي تقول عنه توهين اليمنيين. طيب محمد كريم لا بد ان اكون منصف الوطن لا لاجل احبابنا ولا فئتنا. لذلك ان كنتم صحيح انتم تعرفون بان السعوديه والامارات اكثر من يعادل اليمن. يا عزيزي انا اكلمك اليوم جبهه الساحل الغربي التي فتحت هي جيش يمني خالص 100% واتحداك تنكر غير ذلك. ليش اذا كان هناك من اسناد يا اخي من اراد اليوم ان يقدم مساعده لليمن احنا كنا نتحدث فيما قبل صحيح تحدث وكلامنا كله موثق يعني ما هو سر يعني هنتكلم دائما على الهواء يا اخي عندما تصل المساله بينك عجيب البري بلسانك يا عبد الولي كنت اقول بانه عدوان يقتل الاطفال والنساء وينتهك كل الحرمات ولو سمعتني في حلقه امس واول امس كانت قناه اليمن اليوم سمعتني امس واول امس كل اشياء عن تلك الجرائم الشنيعه واليوم تبدل خطابك لماذا؟ لم يتبدل الخطاب هل العود يغير مبادئكم ووطنيتكم ام ان انتم حتى ولو كنتم ضد الحوثي لماذا لا تبقون على ارد عليك اعداء الوطن ارد عليك. انا بالنسبه لي لو سمعت حلقه امس والامس ستعرف ما هو الموقف. انا بالنسبه لنا موقفنا لم يتبدل احنا ضد اي عدوان على اليمن هذا شيء مفروغ منه ضد اي قصف للمدنيين هذا مفروغ منه. اليوم نتحدث عن عصابه تعيد في الارض فسادا اذا كنت راضي بما فعلته هذه العصابه خلال 4 سنوات وعن الحروب والفتن التي اشعلتها في اليمن هذا شيء يخصك. اما بالنسبه لمن خرج واليوم لحظه انا سمعتك كثير اذا كنت تقول انه الجيش اللي موجود الان اللجان الشعبيه بكلامك وبرنامجك مع وكنت ايضا انت اكثر من كان يتكلم صحيح ببطولات الجيش الذين يوجهون اصابعات لمن يعتدي على ارضنا واعراضنا ولا انكر ولا انكر الان انت كيف الان معه لا مش معه بالله عليك كيف تريد ان تفضل يا محمد انت عندك مشكله في الفهم انه مش قادر تفهم انه اللي في الساحل الغربي هم رجال الجيش والقوات المسلحه الذين كانوا في البيوت والذين تعرضوا لكن كن اسمع اذا انت تريد ان تناقش هؤلاء الناس اللي موجودين في الساحل الغربي هؤلاء الذين اقصوا من وظائفهم وجلسوهم في البيوت ونهبت رواتبهم اليوم هم خرجوا الان يحرروا البلد من الحوثي سيبك من المشاريع الاخرى وهم الذي سيحموا اليمن اذا كان هناك اي نوايا الاحتلال هذا خذها في بالك من الجو من ذهب رواتبنا هو الذي يعطل عمل البنك المركزي هو من قام بطباعه العمله الجديده ومن ونحن نعرف جميعا بان الامارات تدير اتمنى انه يكون حالكم من حال الشعب اليمني اتمنى انه يكون حالك من حال الشعب اليمني اذا كنت تتحدث بمصداقيه وانسان ومن ثم تريد تكون اليمن دقمة سائغة لها. لذلك نحن إذا كان لك مصداقية وكأنت إعلامي حر لا بد أن تتكلم بصوت بعيدا أتمنى أنك أنت تطرح حقائق ما عليك من المجابر الشخصية اسمعني يا محمد اطرح كلامك للناس مش لي أنا طيب. يا أخي كنا نحترمك الآن أصبحت الآن بوب للعدوان هذا من وجهة نظرك ما اختلف معك أصبح خائن وعميل لا 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 لا, لا. أنا كنت موجود داخل صنعاء حتى احتلوا قناتنا وحتى أخرجوا الناس من ديارهم يعني ما تسمونها بالشرعية الآن تداس بيادات والله هذا آخر رئيس انتخبوها اليمنيين على الاقل انتخبوها اليمنيين خطا يتحملوا نتيجه خطاهم حكومه شرعيه اما مساله انه حجة اغتصب السلطه واحنا تقول له تأيده لا هذا كلام مرفوض وانت عارف انه المؤتمر الشعبي العام رفض اللجان الثوريه من اول يوم ورفض الاعلان الدستوري من اول يوم واصدر بيان بهذا الشيء المجلس السياسي بضاع الجميع علي عبد الله صالح قال
اليوم ليس سلطة إلا سلطة المجلس السياسي. كان هناك مجلس أي مجلس سياسي إذا كان محمد علي الحوثي إلى أمس وهو يعلن عن هدنة ما صفته؟ كنا يد بيد، حصل خلاف حتى ولو كان بين عبد الله صالح. طيب شوف شخص لا يرتبط علي عبد الله صالح بالوطن بأكمله وبنصير ناس بأكملهم. نعم. عندما ذكر عبد الله صالح انقلبت الآية وانقلبنا ضد الوطن وانقلبنا. هي لأنهم هاجموا الرجل في بيته، هاجم الرجل في بيته وهاجموا نحن نعي وعنده وهاجموا في جامع الصالح وهاجموا يعني أكثر من 3500 قيادي مؤتمري. برأيك هذا عمل بسيط يعني أنه تعتقلوه؟ وأن وضعهم مجلوا تبنيري لا يريد لا لضارق عفاج ولا يريد لأنظار إلى ولا. أتمنى أنه أخذ فرصتك كاملة يا محمد. محمد أنا أشكرك بس أعطي فرصة للمتصلين الآخرين. أتمنى أنك أخذ فرصتك، إحنا ما عندنا شيء نخبي، كلامنا هو على الهواء. وأنا أقول لك أنه الموجود اليوم يا أخي خدعنا فيكم كما خدع الآخرون. كنا نعتقد أن أنتم مع الوطن لكن اتضح لنا أنتم مع إيران، هذه بكل بساطة. يعني إذا علينا إحنا أنه أول حاجة نعيد الأمور إلى نصابها. أما البلد وأنا أوعدك من الآن وعلى الهواء أنه أي حد يحاول أو يفكر أنه يحتل اليمن سواء الإمارات أو السعودية ستكون مقبرته. ما عندنا شيء نخاف منه، هذا يكون خليها في بالك. البلد هذه ستظل محمية برجالها، والجيش الذي يقاتل اليوم في الميدان هم رجال اليمن الذين دمرت منازلهم والذين أقصوا من وظائفهم والذين أخرجوا من ديارهم. وأن تعرف أنه في 3500 قادي مؤتمري هذا كحصيلة أولية في أقل من شهر تم سجنهم وتم نهب بيوتهم وتم نهب سياراتهم. يا رجل عادكم لا أمس ما قبلتوش بفايقة سيد وزحتوها من وزارة من الوزارة لمجرد أنها رفضت تغيير اسم مؤسسة الصالح وجامع الصالح. يا أخي على الأقل استحوا قليلا، احترموا الناس إذا كنتوا تتحدثوا عن شراكة. خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يسري معك. أهلا يا أبو يسري. أولا أنا أشكرك وهذا وسام على صدرك انك اعترفت من اول انك كنتوا مضغوطين مغشوشين فيهم. هذا والله ما هذه من شيء مثل الرجال. انا بالنسبه لي والله موقفي يا ابو يسري انا سنتين وانا كاشف هذا العصابه. احنا ضد اي اعتداء على البلد، هذا شيء مفروغ منه. لا 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 وأنا لا ضد لا هذا العدوان الداخلي. خلي في بالك احنا نعرف ونعرف على انفسنا انه هذه العصابه هي من اشعلت الفتنه في اليمن. ما احد كان يجرؤ انه يدخل اجواء اليمن ولا ينتهك جلال اليمن ولا يقصف اليمن فرصة شوية الا بسبب هذا العصابه. تفضل اخي ابو يسري. شوف يا اخوي ابو يسري ابو يسري تفضل ابو يسري. شوف يا اخوي الدول واللي دخلت احنا نخليها نخليك نكون صادقين فيها على مس بالدين. مس بالدين الحوثيين يمشوا في الدين وما فيش داعي نكون شعار ايران. اتحداه هذا اللي يتكلم الان معك يذكر الصحابي ابي بكر وعمر والصنعاء. اتحداه هو يرجع للملزمه، في الملزمه يقول لك انهم سبب خراب العالم. طيب ايش عمل لك ابو بكر وعمر؟ اتحداه هذا اللي ده. شوف يا اخي ممكن نثني عن بكره ابينا في حاجه تمش ديننا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليمنيين هذه اخلاق اليمنيين لا يمكن يقبلوه. واليمن رحنا اليمن رحنا هذا لشبابنا قليل قليل ما نطلعهم. هذا لشبابنا قليل سنطلعهم ونقول لك شكرا والف شكر وحيا للشعب اليمني من حضرموت الى تعز الى الحديده الى صعده. قوموا عليهم قومت بكل واحد. شكرا جزيلا لك. اسمح لي اخذ ابو حامد من تعز. شكرا. الو مرحبا. اهلا السلام عليكم يا ابو حامد. تفضل اخي. يا اخي انا استغرب على هذا المتصل. تفضل. الذي يتحدث عن الاغتصاب او ما شابه. يا اخي ليش ما يتحدثوا على اخواتنا اللي في الصحراء الذي الزلمديات اللي يسموهن يقدموهن لحزب الله وما مسلمين. لا نريد اتهامات بدون دليل كما نرفضها كما نرفضها من الاخرين. لا لا نقبلها من غيرهم. ليش يا اخي كذا يعني تجيبهم يعني ما تجيش في صعده؟ نعم. اذا هذا موقف ثابت واضح. ما يعني احنا نريد دليل ومنك او منهم. شكرا لك يا ابو حامد. ابو ماجد من التحيته. ماجد هلا عبد الولي كيف حالك؟ يا طيب؟ مرحبا.
يا ماجد يا ماجد تسمع انت الاتهامات حق الحوثيين يقولوا انه مختطفوا نساء من الحديده ومش عارف ايش والاماراتيين والسودانيين والقصص هذا. سمعنا بس هذه اقول لك عبد الولي كلها تاليف قصص لكي يعني يوهموا الناس وينضموا الناس الى صفوفهم. صحيح. يعني انت من التحيتة ومن ابناء التحيتة يعني شو صور الناس انه ما عاد عندهم اعراب ما عاد عندهم شرف يعني ولا كيف يعني انهم يغيروا يعني انهم عندهم غيره في حين انهم حبس لحد الان في 11 بنت ضايعه من 7 ديسمبر الى اليوم 11 بنت اختطفوها ولم يفرج عنها حتى الان ولا حد عارف فين مكانها. نعم هذا نعم وانا بصفتي انا ناشط في الساحل الغربي او في التحيتة بالتحديد جاء الامن السياسي الى بيتي 3 مرات قاعد وجاءوا لعندي 3 مرات. نعم. اللي يطلبوا بعدي انا الان اكلمك والمعارك الان مشتعله في جنوب التحيتة من تجاه قريه الفلاح ما بين الميليشيات وما بين القوات المشتركه. يحق الله الحق بكلماته ان شاء الله ان شاء الله باذن الله منتصرين ان شاء الله باذن الله. انا اطمن الجميع بان القوات المشتركه لن تعتدي على اي مواطن وان الحياه بعد ان تدخل هذه القوى الى اي مدينه تتم الحياه وكانها رجعت الجمهوريه الذي ما قبل الحوثيين. والله اننا يعني نفتخر ونمشي بامن وامان تقول يعني في عهد الجمهوريه في عهد الرئيس السابق اللي عبد الله صالح الله يرحمه. الله يرحمه. شكرك يا ماجد. طبعا هذا ماجد من التحيتة من الحديدة من تهامة. لن تكونوا أكثر غيرة عليه على عرض أبناء تهامة وعلى شرفهم أكثر منهم وهم رجال معروفين وتعرفوا من هم الزرانيق وتعرفوا ما الذي فعلوه بالأئمة تعرفوا هذا الشيء أنهم رجال وقت الجد وقت المعارك تعرفوهم لا تزايد واليوم عليهم او تتهموا نسائهم بهذا تتهمهم تطعنوا في اعراضهم كما اتهمتم السيده عائشه رضي الله عنها. هذا الكلام احنا مستعدين احنا نطلع لكم ما نشرتوه في صحيفه الثوره الرسميه. تعرفوا هذا الشيء تطعنوا في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شرف السيده عائشه. اليوم تطعنوا في شرف ابناء الحديده واهالي الحديده من اجل الكسب الرخيص من اجل تحشدوا لجهات تعرفوا الناس يكرهوكم اصلا. تعرفوا الناس يكرهوكم لا يطيقونكم لا أحد يريد أن يذهب معكم تريدوا أن تستفزوا شرف اليمنيين. اليمنيين شرفاء هم يعرفوا كيف يدافعوا عن شرفهم وعن أرضهم. والله لو ما معش سلاح والله لا يقاتل إلى آخر نفس. أما من هم موجودين في الساحل الغربي هم أخوانكم وهم من سيدافع عنكم وعن شرفكم وعن أرضكم وعن بلدكم ولن يسمحوا لأي أحد. خذوها في بالكم يعني هم حماة الوطن وحماة الجمهورية وهم تعرفوا من هم الذين فجرت منازلهم والذين نهبت رواتبهم والذين جلسهم في البيوت كلهم انضموا افتحوا الباب وشوفوا كم بينضموا إلى الساحل الغربي شوفوا بس تحداكم الآن بتفتشوا لا أمس بتفتشوا داخل صنعاء بالبطائق جبناء أصلا ما تستطيعوا أن تواجهوا إذا واحد اعترض عليكم ترسلوا له 30 طق لأنكم جبناء لستوا رجال رجولة أنه أنت تواجه بشرف عادي كتب واحد وأنت كتب أو ذاك معك موظفين تدفع لهم رواتب عشان يكتبوا لك في الفيسبوك. بشير تفضل. ألو مرحبا. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام تفضل. كيفك أستاذ عبد الغني؟ الله يسلمك أخي. يا أخي أنا راح أدخل في الموضوع مباشرة وتفيدنا إن إحنا نفهم شيء واحد. تفضل. يعني قاسم سليماني صرح إن البحر الأحمر لم يعد منطقة أمنة اليوم الثاني بكر الحوثي يضرب بارجة أو ناقلة ما إيش معنى هذا؟ معنى هذا إن الحوثي بيقاتل دفاع عن إيران وإنه جعل من اليمن يعني منطقة أو حرب إقليمية ما ناقت لنا بها ولا جمل. ثاني شيء الحوثي تعبنا لا عاد بيد باب المندب ولا عاد بيد بلحاف ولا عاد بيد كذا معنى إيش معنى هذا؟ معنى أن الحوثي مقاول متعهد الحوثي هو خميني اليمن يعني هذا عادي محتاجة إنه ان احنا نشرحها. هو خميني اليمن وهو يقوم الان بدور الخميني دور المرشد اللي اتصل من دمار يتشدد بالوطنيه ويتشدد بالدفاع عن الوطن هذا الكلام انتهى. اليوم الحوثي بيدافع عن ايران وجعل من اليمن يعني منطقه حرب اقليميه. الشعب اليمني يتكبد اليوم الدولار ب 500 ب 540 ب 800000 ايش منين قدر وعادوا يعمل لي جمارك ويعمل لي ضرائب منين تعبنا احنا تشردنا هذا نعم. يعني
شكرا جزيلا لك. شكرا بشير. واستمع لابو محمد من تعز. هلا حياك ابو محمد من تعز. تفضل اخي. كيف حالك ابو محمد؟ عافاك يا اخي. ما اذا الدعايات هذه ميليشيا الحوثي ليس لاول مره. هؤلاء هم من خطفوا الاطفال وخطفوا النساء ودمروا لا نعد الشعب اليمني ان خطف النساء ودمرت الاطفال الا بعد العصابات الرافضه. هم قاموا بخطف الاطفال يحاولون يقدموا انفسهم على انهم طيور الجنه والملائكه. يعني نستغرب انه هم مكشوفين امام العالم. مكشوفين امام العالم، قد كشفوا امام الشعب اليمني. الشعب اليمني ليس شعب مغفل، انما شعب له عادات وتقاليد وله عاد دين وهو انما يريد لكي كتب الراي العالمي، لكي يكتب الراي العالمي قد هو مكشوفين بينه، انما الراي اليمني ليس على ذلك. نعم. فهم يريدون كتب. انا اقول يقول للشعب اليمني هبوا كما قال الزعيم، هبوا هبه رجل واحد للدفاع عنه. اشكرك. شكرا جزيلا يا ابو محمد. اخذ اتصال اخر. انا مزايدة لن تنفع، يعني الأمور كلها أصبحت اليوم على المكشوف. اليوم هناك من يقاتل من أجل بيته، من أجل أن يعيش أولاده، من أجل راتبه اللي اليوم تبتزه وتساوم على راتبه وتحضر الدورة الثقافية عشان أغسل دماغك وأنا أعطيك راتب. يعني تخيلوا واحد يتصلوا به يقولوا له هو مساعد في الجيش، يقولوا له تعال قدك نجيب، قدك نجيب تعال كذا أربع خمس رتب ضربة واحدة. طيب ناخذ اتصال. ايوه ابو عصام من عمران. ايوه يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف انت يا اخي؟ الله يسلمك اخي. يا اخي نقول الحوثيين هم ضعفاء، يعني قويين بالاعلام وضعفاء في الميادين، لا يكثروا الهدار ولا يقللوا. وجربناهم في 2 ديسمبر ويعرفوا هذا الشيء. هم يعني هم استدعوا 6000 من الجبهة وخرجوا الدبابات، ما ايش مواجهة رجال هذه؟ نعم. ايوه يا اخي. واشكر العميد محمد عبد الرسول يا محمد. شكرا يا ابو عصام. ناخذ اتصال اخر او اخير. الو. اي نعم مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك عبد الله الحاج السلمي من مكه المكرمه. اهلا يا عم عبد الله، تفضل. يعطيك العافية، كيف حالك؟ يعافي بدنك، تفضل أخي. نعم، هذا اللي ناقشك الأخ محمد من ذمار، قل له هل في قنواتهم أحد يقدر يناقش مثل ما ناقشك؟ أبدا، لا يمكن. ونرحب به هو وكل من يريد أن يناقش في حدود الأدب والنقاش. نعم نعم، بس قنواتهم لا يمكن. وأوجه له التحية، ما في مشكلة. لا يمكن أن يقدر يناقش، على طول قتلوه أو شردوه رأسا. نعم. عبد الله انا اشكرك. طيب ابو طارق من ردع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ المتصل لي من دمشق. يعني الى هذا المستوى من الضعف الذي وصلوا فيه، يعني يحاولوا يكسبوا الناس بعروض اليمنيين. يعني صوروا الناس انهم كلهم بلا شرف وبلا اخلاق، ما عاد عندهم شغل، هذا بس الرخص والمستوى اللي وصلوا اليه، هذا هو الضعف ومن اخلاقهم ومن يعني جبنة أنزال عينه من ضرب النساء ودمائهم في وجوههن في السبعين. هذا لماذا لا يتكلم ويكون حي؟ هذا الكلام احنا نعرضه نوري الناس. جبنوا النساء، ضربوا النساء، اعتدى بقوته بكل كامل قوته على النساء. هل هذا يتكلم عن الشرف وعن الحظ اليمني؟ يخرف من اليمن من داخل. هذا عدو لله وللوطن، هذا عدو لله وللوطن وجبنة. ولا واحد يتجرع يقول العمل هذا غلط ولا ابدا، ولا سمعنا حوتي ولا سيد يقول يدين ضرب النساء والاعتداء على النساء امام الكاميرات امام الناس دماءهن في وجوههن، ولا سمعنا صوت من نذالتهم حذالت. شكرا لك يا ابو طارق. الو السلام عليكم. الو مرحبا. عبد الولي. تفضل تفضل. نقول اتصال اخير. تفضل اخي تعرف عليك. اسمع ابو عبد الله من الساحل الغربي. انا اهلا يا ابو عبد الله. انا سعودي. تفضل تفضل. الاتو هذا الذي يتكلم قبل شويه يتكلم ان الحوثيه يتكلم ان ما يتكلم عن الاتهام. الاتهام لو
لو عندهم القوة الذي موجودة عندهم يعني الذي موجودة في فوق صنعاء لكانوا ما وجدوا للحوثي للبلاد. نعم. ويعني مستغرب انهم مرة اهل كامل. لو عندهم القوة والهاجس الذي موجودة عند الدولة الذي فوق الذي مرحبنا من أول نسمع عن بطولات كبيرة للواء صقور تهامة والله. أيوة يعني شايف انهم ولا هم حاجة في الأمور كلها. نعم. لأنهم عندهم لو عندهم الإمكانية والقوة الذي موجودة عندهم ما وصلوا. هم يعرفوا ولا من 19 أبريل خلال أقل من شهرين يعرفوا إيش عملوا رجال تهامة وحراس الجمهورية والعمالقة كلهم أخوة. كلهم أخوة. أنا لو أقول يعني من أراد أن يكون مع اليمن سعودية الإمارات أي دولة تريد أن تكون مع اليمن أهلا وسهلا. اليمن لن تكون تابع لأحد. لكن اليوم في معركة الاستعادة هوية الحضارية يعني للحبيبة خربوا اسمه الطرق خربوا المناطق كلها يعني يبغون يحكمون تهامة كلها وادي طلعوا منها بعد يعني الطريق عندنا من المنصورية حتى من بيت الفقيه حتى الحبيبة في كل يعني ما بين مترين ثلاثة متر حطوا حفرة. أشكرك. وبهدلوا لنا بلادنا بهدلها لكن ياد الله أن يصرحنا عليهم. يعني ما الذي قدموه للتهامة؟ ما هي الإنجازات الذي كنت تسجل باسم الحوثي فيه؟ ما قدموه ولا شيء على الواحد اللي عندهم يكسروا عليه وينزلوا له بجيبه وليه وما عنده ولا حتى قوة في يده. نعم. مسدس ما عنده في يده حتى يعني يقام على نفسه وشايف إن فوسهم أبطال في تهامة. تهامة لو عندهم القوة الذي موجودة عند المناطق طوق صنعاء وده لا ما وصلوا لها ولا قربوها. طيب هما يدعوا الان انهم بيدافعوا عن اعراض تهامه ولا عند اعراض تهامه ولا معهم شيء ولا معهم دفاع من مكان ما في الا ينهبوا بس ويشيلوا حق المواطنين المساكين ولا. انا اشكرك جزيل الشكر اتصالك كان مسك الختام ابو عبد الله وتحيه لكل اهلنا في تهامه. الى هنا انتهى وقت البرنامج تجاوزنا اليوم.